Girls, hi fans, hi everyone. فيديو النهاردة هو ضمن سلسلة فيديوهات كلمة هو أكتر من معنى. وفيديو النهاردة هنعرف مع بعض من خلال شوية جمل إن كلمة ميك اب ليها أكتر من معنى مش بس مكياج. She doesn't like to wear a lot of makeup. يعني هي ما بتحبش تحط مكياج كتير. He enjoys making up tall stories. يعني هو بيستمتع بتأليف أو اختراع القصص الطويلة. Those who fail the exam take a makeup exam. يعني الناس اللي بيسقطوا في الامتحان بياخدوا امتحان ملحق أو امتحان إعادة. Road accident victims make up almost a quarter of the hospital's patients. يعني ضحايا حوادث الطريق بيشكلوا حوالي ربع عدد مرضى المستشفيات. She loves making up big batches of cookies. يعني هي بتحب تحضير كميات كبيرة من البسكوت. Why don't you forget about the past and make up? لم أو إيه رأيكم تنسوا الماضي وتتصالحوا؟ You must make up for the loss. يعني أنت أو أنتم أو أنتي لازم تعوضوا عن الخسارة اللي حصلت. You have to make up your mind. You have to make up your mind. يعني لازم تكرروا. يا رب تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة، ولحد ما اشوفكم المرة الجاية اتمنى ليكم كل خير. باي.